مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المغرب ينتخب اللي كتبته قناة زوم 7 من طنجة. البرنامج اللي كيواكب الانتخابات الجماعية والجهوية للمملكة المغربية لسنة 2015. ضيفي لهذه الحلقة هو السي عبد المنعم البري، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وكذلك مرشح ضمن لائحة الجهة بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن إقليم طنجة أصيلة. سي عبد المنعم البري، مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. مرحبا سي عبد المنعم البري، اخترتم كشعار لحملتكم الانتخابيه روح المواطنه في خدمه المواطن. هذا الشعار سي عبد المنعم العديد يعتبرونه بانه شعار فضفاض كبير على الانتخابات الجماعيه والجهويه، ما زلتوش عبد المواطن اعطيته خطاب يليق بالمستوى ديالو، اش ممكن تقول؟ هي المكونات ديال الشعار واضحة، روح المواطنة في خدمة المواطن. كما كنعرفوا الدستور ديال 2011 من الأمور الأساسية اللي نص عليها، وهي أنه خص المؤسسات المنتخبة وجميع يعني الهياكل اللي خصها تمثل المواطنين خص تكون كتعكس الروح ديال هذا الدستور اللي كيتجلى في أنه جميع المؤسسات خصها تكون في خدمة المواطن، خصها تقضي المصالح المواطن، خصها تتعامل مع المواطن على اعتباره أنه هو الرهان الأول ديال التنمية في بلادنا. روح المواطنة في خدمة المواطن، حزب الأصالة والمعاصرة كيأكد على أنه ما يمكنش في بلادنا نخطو أي خطوة للأمام إلا ما كانش المرشحين، إلا ما كانش الأحزاب، إلا ما كانوش الفاعلين كيتحلوا بهذه القيمة اللي هي من أرقى القيم في العمل السياسي، وهي المواطنة اللي كنعرفوها مرتبطة بالمسؤولية ومرتبطة كذلك بالمحاسبة. طيب، بالنظر للوائح الانتخابية اللي نزلتوا بها في إقليم طنجة أصيلة، إذا عملنا واحد نظرة فيها فسنلقاو بأن وكلاء اللوائح كلهم من الوجوه الانتخابية السابقة بمدينة طنجة. واش هذا ما كيعكسش هذاك الخطاب اللي كان حزب الأصالة والمعاصرة كينادي به من أجل تجديد النخب وإعطاء الأولوية أو الفرصة للكفاءات الشابة والطاقات ديال الجيل الجديد في المغرب؟ هو اللوائح ديال حزب الأصالة والمعاصرة ما خصناش نشوفوا عندها واحد النظرة جزئية تجزئية. اللوائح ديال الأصالة والمعاصرة في جهة طنجة تطوان الحسيمة كتحتاج أننا نديروا فيها قراءة اللي غتأكد بأنه كنا حريصين باش نخلقوا واحد التوازن بين الكفاءات الانتخابية والأطر الانتخابية اللي عندهم تجربة في القرب من المواطن وفي التمثيليه ديال المواطن وفي التجربه كذلك في التسيير ديال الشان المحلي، وما بين الاطر وما بين النخب اللي غالبا كتكون اطر تقنيه عندها تكوين سياسي عندها تكوين قانوني، ولكن كتكون منشغله بالامور اللي ما كتسمح لهاش انها تكون قريبه من المواطن. الا جينا على العموم حاولنا اننا نحرصوا على واحد التوازن ما بين يعني ما بين هاد البعدين في اطار اللي كنسميوها الكفاءات الانتخابيه مع الاطر. هل عندك هذه الأطر والفعاليات؟ حزب الأصالة والمعاصرة عرف مؤخرا انسحاب أو استقالات العديد من مناضليه ومناضلاته، خصوصا الطاقات الشابة، أش يمكن تقول؟ واش هذا ما كيعكسش هذا الخطاب المتناقض اللي عطيته في الأول للشباب من بعد طبقته حاجة واحدة أخرى؟ سي هو في المحطة الانتخابية كما كنعرفوا كما كتشاهدوا دائما كتكون يعني بعض يعني الانعكاسات ديال العمليه الانتخابيه على الامور التنظيميه، وهذا الشيء ما كيعنيش فقط حزب الأصالة والمعاصرة، كنشوفوا تقريبا جميع الاحزاب ملي كتوصل الانتخابات وكتوضع اللوائح، الوضع ديال اللوائح كيكون خاضع لشروط وخاضع لمعايير اللي هي مقننه اللي هي بالدرجه الاولى الكفاءه والنزاهه، ولكن كذلك القدره ديال الاقتراب من المواطن وديال التمثيل ديال المواطن والقدره ديال التاثير على المواطن وتقديم البرامج للمواطن باش يعني نحصلوا على اصوات. الانسحابات انا بالنسبه لي ما كنشوفهاش مؤثرة، هناك بعض ردود الأفعال هنا وهناك، ولكن الروح والقوة ديال حزب الأصالة والمعاصرة هي اللي ثابتة وهي اللي غتبان غتترجم بطبيعة الحال يوم الاقتراع. طيب، شنو البرنامج ديالكم السي منعم؟ البرنامج كيتشكل من من, من من على المستوى يعني الوطني من 20 التزام اللي ممكن تطلعوا عليه يعني في الموقع الإلكتروني وفي مختلف يعني الدعامات ديال الحزب وفي المنشورات اللي كنوزعوها،
ولكن في البرنامج الانتخابي ديالنا في جهه طنجه تطوان حاولنا نصوغوه بتشاور مع يعني مع الاقاليم بتشاور مع الامانات المحليه ديال الحزب. حاولنا نلمسوا جميع الهموم وجميع المشاكل اللي كيعيش بها المواطن في الجانب الاقتصادي وفي الجانب الاجتماعي وفي الجانب الرياضي وفي الجانب البيئي وفي الجانب الثقافي. البرنامج كما قلت لك ما جاش ما نزلش من الفوق، وانما كنا حريصين بانه باش انه ينبعث من القواعد من 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 الشروط الموضوعيه ديال الجهاد ديالنا. طيب ما كتشوفش بان حزب الاسرى والمعاصرة رفع من سقف الالتزامات ديالو واللي هي عباره عن وعود للمواطنين، واش ما خوفينش بانهم يمشيش في هذه الوعود هذه وانه تكون عبء عليه في الاستحقاقات المقبله؟ احنا كما قلت لك يعني البرنامج هذا عبروا عليه الحاجيات، عبروا عليها المواطن من خلال الهياكل التنظيميه ديال الحزب على مستوى يعني الجماعات ديالنا في مختلف ربوع ديال الجهه، والاحزاب السياسيه جميعا يعني فاش كتوضع واحد البرنامج الانتخابي كيكون سقف كيكون فيه الحد يعني الحد الاقصى اللي ممكن نوصلوا له، ولكن بالعمل وبالممارسه كيتم التقييم بعد انتهاء الولايه الانتخابيه للاداء والترجمه ديال هذا البرنامج على ارض الواقع. طيب كاين بعض اللوائح في بعض المقاطعات حسمتوا فيها حتى الاخر لحظه واستقطبتوا وجوه من احزاب متحالفه معكم، واش ما كيشكلش هذا خطر على التحالف المستقبلي ديال بان؟ هو ماشي استقطاب، لان خصنا غير ننصحوا، هو وضع اللوائح كيدخل ضمن التكتيك ديال الاحزاب السياسيه وضمن حزبنا. المنهجيه ديال العمل وديال يعني المعالجه ديال الموضوع ديال اللوائح كان خاضع لواحد المنهجيه لواحد التكتيك معين اتفقنا عليه ضمن اللجنه الجهويه الانتخابات مع الهياكل ديال الحزب. هو ماشي استقطاب، هي التحاقات. الاخوان اللي ممكن كتقصدهم قدموا الاستقالات في الاحزاب ديالهم في الوقت اللي كان كيشوفوه هما مناسب وجاو قدموا لنا الطلب باش يفتحوا. ما تاثرش هذه العمليه ما تاثرش على التحالف ديالكم خصوصا مع حس التجمع الوطني الاحرار؟ هو التحالف مساله سابقه لاولا اننا نهضروا على التحالف منذ الان، يعني ما يمكنش نهضروا على التحالف الا بعد ظهور النتائج ولكل حادث لحد. شنو النتائج سي منعم؟ حنا متفائلين، واكبر يعني عامل ولا مؤشر ديال التفاؤل هو النتائج اللي حصلنا عليها في الانتخابات ديال 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 الغرف المهنيه. حزب الاسرى والمعاصرة اللي تصدر الرتبه الاولى على المستوى الوطني وفي مستوى جهه طنجه تطوان استطعنا اننا نحصدوا جوج ديال الرئاسات ديال الغرف، غرفه الصناعه التقليديه وغرفه الفلاحه، وكان عندنا حضور مؤثر بل يعني كنا من واش ممكن نشوفوا التحالفات اللي وقعت في الغرف المهنيه كصوره طبق الاصل في الانتخابات الجماعيه والجهويه؟ حنا كنتمناو انه المنهجيه اللي تعاملنا فيها اللي كانت قائمه على التوافق ما بين جميع الاحزاب السياسيه في الجهه ديالنا. نعم. من احزاب المعارضه الى احزاب يعني الاغلبيه. هناك احزاب كانت عندكم معها مشاكل خصوصا في غرفه الصناعه التقليديه بحال حزب الاستقلال الانسحابي، ولكن تم التغلب على هذه المشاكل وتم يعني في اطار يعني وضع المنهجيه ديال تشكيل المكاتب ديال الغرف. كانت هناك يعني اجتماعات تنسيقيه بين جميع الاحزاب الممثله داخل الغرف، ولكن حزب الاستقلال اللي ما حضرش في حيث غرفه الصناعه التقليديه لاعتبارات كيعرفها الجميع كان حاضر معنا بطبيعه الحال في الغرفه ديال الفلاحه وفي الغرفه ديال الصناعه، وكان حاضر في الغرفه ديال الصناعه والتجاره وفي الغرفه ديال في غرفه الصناعه التجاره وديال ديال ديال الفلاحه كما قلت. طيب واش ممكن نشوفوا تحالفكم مع العداله والتنميه في غرفة الصيد البحري في قالب أكبر ضمن الجماعة الحضرية لطنجة؟ هما الإخوان ديال العدالة والتنمية ماشي غير في غرفة الصيد البحري حاضرين، وكان تنسيق يعني باش الشهادة لله كان تنسيق إيجابي جدا، كان قائم على الثقة وعلى يعني على حسن النية في غرفة ديال الصناعة التقليدية وفي الغرفة ديال الصيد البحري وفي الغرفة ديال الفلاحه وحتى ديال التجاره والصناعه. كنتمناو انه هذا الروح ديال التوافق وهذا الروح ديال التنسيق الايجابي اللي يعني اللي كيتخلص من جميع الاعتبارات السياسيه والحزبيه الضيقه انها تكون حاضره في تشكيل المجلس ديال الجهه والمشكل ديال الجماعي. هل تطمحون يعني واش كتطمحوا انكم تحفظوا على المنصب ديال عموديه طنجه؟ حنا الطموح ديال بالنسبه لنا المؤسسات اللي حاضرين فيها المنتخبه كنعتبروا بانه يعني صيانه ديال هذه المكاسب ديال هذا الحضور التواجد في يعني في هذه المجالس هو رهان استراتيجي،
ولكن كما قلت لك صناديق الاقتراع هي اللي غتحكم علينا وعلى بقيه الاحزاب في الخريطه ديال التوزيع ديال المسؤوليات في مختلف الجماعات. ما كنشوفوش هذا الموضوع جزئيه غير من 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 من, من عموديه طنجه، كنشوفوا الموضوع يعني في اطار جهه طنجه تطوان الحسيمه ككل. على ذكر الجهه، نزول الياس العمري كوكيل لائحه الجهه باقليم الحسيمه، هل ممكن ان يؤثر على فقدان حزب الأسرة والمعاصرة لأهم المدن الكبرى بالجهة؟ لا، هو هو هو, هو الأخ إلياس العماري اللي ترشح يعني كوكيل لائحة عن الجهة في إقليم الحسيمة، قلت لك ما يمكنش منذ الآن نهضروا. لكن تحدث عن أن إلياس العماري سيكون رئيس لجهة طنجة. هو مرشح كباقي المترشحين وسابق لأوانه أننا نهضروا بالثقل ديالو بالاسم ديالو بهذه الصورة اللي عطيلها له الإعلام الوطني كله، ما يمكنش أنه ينزل في جماعة معينة وما يكونش عنده هدف ديال رئاسة الجهة. لا، هو الحديث كما قلت لك على رئاسة ديال المواقع ديال المؤسسات سابق لأوانه، ما يمكنش نهضروا على هذا الشيء إلا يوم ولا ليلة 24 رابع شتنبير إن شاء الله. طيب، أشنو توقعاتكم المرتبة اللي ممكن يحققها القوم في مدينة طنجة؟ في الجماعة الحضرية لمدينة طنجة احنا متفائلين جدا، ومنذ الآن يمكن كنقولوا إلا ما احتليناش الصف الأول يعني غنكونوا في الصف الثاني، ولكن متأكدين ومتيقنين وحنا كنعملوا يعني خلال الحملة الانتخابية باش أنه نكونوا في الرتبة الأولى. طيب، تعليق بسيط عن رجوع أو عودة محمد الإمامي لحزب الأسرة والمعاصرة اللي اعتبرها العديدون بأنها صفقة سياسية وانتخابية. هو الأخ محمد الحمامي كان يعني كان في الحزب الأسرة والمعاصرة وكان غادروا لظروف ولسياقات معينة، عودته إلى أحضان يعني حزب الأسرة والمعاصرة يعتبر مكسب لحزب الأسرة والمعاصرة، وما داخلش في أي صفقة سياسية. هذاك مناضل كان معنا في الأسرة والمعاصرة وكان رأنوا عليه اليوم كمناضل وكإطار داخل الجماعة الحضرية لطنجة. طيب، أنت كأمين جهوي سي عم العين بري، ما شفناكش في اللوائح الانتخابية، فقط ترشيح نضالي في اللائحة ديال الجهة بإقليم طنجة أصيل. ترشيح نضالي أنا في الصف الأخير ديال اللائحة ديال الجهة، لأنني كنآمن بالتفاؤل وكنعتبر راسي أنه ماشي من المستحيل أنه اللائحة ديال الأسرة والمعاصرة يمكن تحصد جميع المقاعد ديال الجهة. تفاؤل مشروع سي عم العين بري، كلمة أخيرة إلى مواطني ومواطنات مدينة طنجة أو بجهة طنجة تطوان الحسيمة. الساكنة ديال طنجة يعني الناخبين في جهة طنجة تطوان، حزب الأسرة المعاصرة وضع البرنامج ووضع أطر ووضع نخب على اللوائح ديالهم، كنتمناو أنه يعني الساكنة والناخبين يعاودوا يجدوا الثقة في حزب الأسرة المعاصرة وفي المرشحين ديالو. حزب الأسرة المعاصرة هو الحزب ديال الحاضر وديال المستقبل، الحزب اللي كينفذ اللي كيعمل كثار من اللي كيتكلم وكيهضر. شكرا سي عبد المعين بري على تلبية دعوة برنامج المغرب ينتخب. المغرب ينتخب وزمست دائما في متابعتها ومواكبتها للانتخابات الجماعية والجهوية الحالية. دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وضيف آخر مع حزب آخر. إلى اللقاء.